بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. ما سأتحدث به أو ما سأقوله في هذا الفيديو لا في هذا الدقائق حول الفيديو اللي شافوه عامة الناس وأغلب الناس، إمام مسجد تهجم وتكلم بكلمات وألفاظ حول الأستاذ. ومن الشيء المؤسف أن نرى من هذه الأشياء أو نرى مثل هذه الأشياء أو مثل هذا التهجمات على الأستاذ. طيب، النقطة الأولى لنبدأ بها، سيدي الإمام، أنت إمام مسجد، نحترمك ونجلك وقدرك فوق رؤوسنا، وما قلته نحترمه، ومن حقك أنك تتكلم، ونحترمك لكلام الله عز وجل الذي تحمله في صدرك وللقرآن الذي تتلوه في المحراب وفي الصلاة. لكن الشيء الغير المقبول، ومن حقك من حق أي شخص يتكلم، لكن الشيء الغير المقبول قبل ما نتكلم، هو في الحقيقة قال بعض الأساتذة لم يتهجم بصفة عامة في البداية، باش الإنسان يكون لما يتكلم يكون يتكلم بكلام حق، لأن الله عز وجل سيحاسب الجميع. هو قال في البداية أنه بعض الأساتذة يتبعون المال وكذا ويفرون من كذا. المهم، الخطوة الأولى، احنا لم نفر من مواجهة أي شيء. جميع الأساتذة راهم مجندين، رانا ندرسوا في التلاميذ، ورانا مواجهين هذا الوباء ومواجهين هذا الوضع، حتى واحد ما فر. من جهة أخرى قلت إذا فر أحدهم تسحب منه الجنسية. بأي حق تسحب الجنسية من مواطن جزائري؟ حتى اللي ما حبش يخدم ولا يفر ولا ما حبش يدير دروس خشية المرض وخشية الوباء، بأي حق تسحب منه الجنسية؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، لما قلت أنه الأساتذة 7 أشهر هما قاعدين والدولة تسلك فيهم، قلت بهذا اللفظ تسلك فيهم، أنت أصلا الأئمة، أئمة المساجد كانوا قاعدين وما كانوش يخلصوا. هل لما لا تقيم هذا الكلام على نفسك؟ على راك تقيم فيه على الأساتذة فقط؟ الأساتذة كانوا قاعدين وكانوا يخلصوا، المطارات كانوا قاعدين ويخلصوا، الإدارات أغلب الإدارات كانوا قاعدين ويخلصوا، لماذا سلطت الضغط على الأستاذ فقط؟ طيب، بعد ذلك قلت أن الأساتذة كانوا قاعدين 7 أشهر، ولما دخلوا وزادوا لهم سويعات فقط لم يعجبهم الحال. احنا لم يعجبنا الحال في الحجم الساعي وطريقة الحجم الساعي. الحجم الساعي راه غير متناسق بين السنوات، وحجم الساعي غير منسق. دخلنا رانا نخدموا عادي. هل الأئمة ثان كانوا قاعدين؟ انتم اصلا الأئمة كنتوا قاعدين وكنتوا تخلصوا. لما دخلتوا، هل نقول لكم ديروا 2 جمعات في الاسبوع؟ دخلتوا راكم تخدموا عادي، جمعه في الجمعه والصلوات 5 بينين. حنا ثان دخلوا رانا نخدموا عادي. حنا احتجنا وتكلمنا على الحجم الساعي، ما فيش تناسق بين المواد وما فيش تناسق بين السنوات. هل تعلم سيدي الإمام أن تحضيري وسنة 5 راهم يقراهم بتوقيت واحد؟ تحضيري وسنة 5 نفس الحجم الساعي؟ هل هذا يدخل يليق فرق؟ تكلمت بأشياء لا تحيط بها علما، ما على بالكش واش راه جاري؟ ما هي الأشياء التي تجري في المؤسسات التربوية؟ تكلمت بأشياء لا تعلم بها. طيب، لما تكلمت عن الإضراب والنقابات وقلت أن الأستاذ راه يضرب، هل تعلم الأشياء اللي راه يطالب بها الأستاذ؟ هل تعلم ما هي مطالبه؟ لماذا الناس راه يدير في اضراب ولا راه يتندي بالاضراب؟ هل تعلم سيدي الامام ان الاساتذه عندهم تاع الابتدائي عندهم مرسوم رئاسي من 2014 يستنى فيهم لم يطبق؟ وحنا لم نطالب بالمال فقط، وانت ركزت الضوء غير على المال. لم نطالب بالمال فقط، وان كان المال من المطالب. كذلك قلت انه الراتب المغري، يظهر لي انه ماكش عايش معنا في الجزائر سيدي الامام. راتب مغري امام أستاذ عنده راتب مغري، رانا نخلصوا 31,000 دينار جزائري، 3,100,000. إذا كانت 3,100,000 مغري وتراها أنت مغري فهذا شيء آخر. طيب، كذلك إن سلمنا جدلا سيدي الإمام، إن سلمنا لك جدلا واحتراما لك واحتراما لكلام الله عز وجل الذي تحمله في صدرك، إن سلمنا لك جدلا أن ما قلته كامل صحيح ليس موضعه فوق المنبر، ما لهذا أقيمت خطب الجمعة؟ وما لهذا أقيمت المنابر في المساجد؟ المنابر أقيمت في المساجد، وأقيمت الخطب يوم الجمعة لتعليم الناس، لتعليم الناس أمور دينهم، لتعليمهم معنى لا إله إلا الله. هل جميع
جميع المصلين اللي كانوا حاضرين عندك في المسجد يعلمون معنى لا إله إلا الله؟ هل جميع المصلين الحاضرين عندك في المسجد يعرفوا كيفاش يتوضوا؟ هل جميع المصلين اللي حاضرين عندك في المسجد يعلمون ويعرفون كيف يرقعون الصلاة؟ هل جميع المصلين اللي حاضرين عندك في المسجد يعرفون كيف يصلون سجود السهو في الصلاة؟ ما المفروض أقيمت الخطب في المساجد وشيدت المنابر في المساجد لتعليم الناس أمور دينهم. ما المفروض تعلم الناس معنى لا إله إلا الله؟ ما المفروض تحارب الشرك؟ ما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى في قومه إلا لينذرهم أو ليعلمهم معنى لا إله إلا الله ويحارب الشرك. المنطقة التي أنت تخطب فيها منطقة الله أعلم منطقة غردايا مملوءة بالشرك، لماذا لا تتكلم عن الشرك المقام في تلك المنطقة؟ لماذا لا تعلم الناس الوضوء؟ لماذا لا تعلم الناس أمور دينهم؟ تركت كل هذه الأشياء وصلت على الأستاذ فقط. طيب، وكما قلت وإن سلمنا لك جدلا أن جميع ما قلته صحيح، ليس موضعه فوق المنبر. المنابر في المساجد لم تقم لهذه الأمور، ليس موضوع إضراب الأستاذ وموضوع الأستاذ ليس موضعه المنبر. إن أردت الكلام وأعطيناك حرية الكلام وسلمنا لك جدلا بأن كلامك صحيح، كان من المفروض تدير درس بعد صلاة الجمعة أو من المغرب للعشاء تدير درس وتكلم على الأستاذ وتكلم على التلميذ وعلى الإضراب، ولك حرية التعبير. لكن أن تتكلم فوق المنبر وتسلط الضوء على الأستاذ وتأتي بأشياء لا تحيط بها علما، ما على بالكش واش راه جاري في المدارس، واش راه جاري في الحجم الساعي، واش لا تعلم مطالب الأستاذ وتتهجم على الأستاذ. وإن قلت حنا نشكرك على هذه، إن قلت بعض هذه مشكور، لكن كلامك ليس موضعه فوق المنبر سيدي الإمام. كلامك ليس موضعه خطبة الجمعة. خطبة الجمعة تأتي لوعظ الناس، أرشد الناس إلى دينهم، علق الناس بأمور دينهم، أربطهم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة الله عز وجل. أما أن تتحدث على شيء ثانوي ليس من أمر العامة، هذا ليس موضعه فوق المنبر، وليس موضعه الجمعة، وليس موضعه المنبر. أمر آخر من جهة أخرى، إن سلمنا لك جدلا أنك على صواب في جميع ما قلته، وهذا غير صحيح، ليس كل ما قلته صحيح. إن سلمنا جدلا أن كلامك كله صحيح سيدي الإمام، إذا كان كنت أنت إمام مسجد وتتهجم على الأستاذ بتلك الصفة فوق المنبر وعلى مرأة من جميع الناس، لم تترك شيء للآخرين. لما أنقصت قيمة الأستاذ بتلك الصفة فوق المنبر وتهجمت على الأستاذ ودنست المكانة تاعه، خلاص فوق التلاميذ ما يحترموا الأستاذ، وأولياء التلاميذ ما يحترموا الأستاذ، والشارع والرأي العام وكافة الناس ما يحترموش الأستاذ، لأن الإمام لا يحترم الأستاذ. كان من المفروض، وكما يقول العلماء، كلامك بعض كلامك في حق، لكن هذا الحق أريد به باطل. كلامك من الحق الذي أريد به الباطل. كلامك وحقك أولا ليس موضعه فوق المنبر، وليس موضعه خطبة الجمعة، ومن جهة أخرى لا يقال على مرأة من الناس. ليس كل حق يقال هكا أمام الناس، لأنك تهجمت على الأستاذ وأنقصت من مكانه وأنقصت من قدره على مرأة من جميع الناس. خطبة الجمعة يحضرها الرجال والكبار والصغار. لما أنقصت قدر الأستاذ وتهجمت عليه ونقصت من قدره أمام جميع الناس، لم تبقي شيئا لغيرك. ملا أنت إمام تحفظ كلام الله عز وجل وأنقصت قدر الأستاذ فوق المنبر، ملا شخص آخر يبيع الحليب شي يدير؟ هيسب الأستاذ ولا يضربه؟ واحد آخر مثلا عنده حانوت ولا يبيع حوايج، شي يدير؟ يضرب الأستاذ. ما دام الإمام اللي رتبته عليا عند الله عز وجل لحفظه لكلام الله ولمرتبة المنبر ولمرتبة خطبة الجمعة عند الله، يتهجم على الأستاذ، لم تترك شيئا للآخرين. الآن لما يضربوا الأستاذ ولا يتهجموا عليه ولا يسبوه مقبول، لأنه الإمام راه يتهجم على الأستاذ وينقص من قدره فوق المنبر، لم تبقي شيئا لغيرك. زيد مكانة الأستاذ عندنا راي في المجتمع راي مداسة بالأقدام، يزيدوا حتى الأئمة يداس عليها،
هذا يؤدي الى ماذا؟ احنا لم تنقص من مكانتنا، ولم تنقص من قدرنا عند الله ولا عند الناس ولا عند العقلاء، ولكنك دنست مكانة التعليم بهذا 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 الخطبة وبهذا الكلام الذي قلته فوق المنبر. ستؤخر التعليم وستؤخر مكانة التعليم ربما سنوات. علاه؟ لأنه تلاميذ وكيقولوا ما يحترموش الأستاذ، أولياء التلميذ ما يحترموش الأستاذ، الرأي العام ما يحترمش الأستاذ. لماذا؟ لأن الأئمة يتسلطون ويدنسون مكانة الأستاذ فوق المنابر. طيب، رقي المجتمع وازدهار المجتمع وارتفاع مكانته بارتفاع التعليم. سيدي الإمام، تريد الإصلاح في المجتمع، الإصلاح يبدأ بالتعليم. أنت لم تصلح، بل أفسدت أكثر مما أصلحت، وكما قلت كلامك من الحق الذي يراد به الباطل. إذا أردنا الرقي، إذا أردنا الازدهار، إذا أردنا تطور للمجتمع، نبدأ بالتعليم. لذلك مكانة المعلم في المجتمع هي أرقى المكانات. إذا أردنا الرقي للمجتمع نهتم بالمجتمع. طيب، قد يقول قائل صح، كاين أخطاء، كاين أساتذة لا يليق بهم مكان التعليم، كاين أساتذة يرتكبوا أخطاء، لكن هذا الأخطاء ولا هذا الأشياء ليس موضعها فوق المنبر في الجمعة، يتكلموا عليها الناس المختصين في 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 جلسات في إذاعات ولا في تلفزيون ولا في جلسات خاصة ويشاهدها إلا الناس. أما أن تكون فوق المنبر فوق الجمعة فقد ساهمت في تدنيس مكانة ومرتبة الأستاذ من حيث لا تدري. وما هذا إلا خطوة ثانية بعد الإعلام. ساهم الإعلام في بلادنا، ساهم الإعلام مساهمة كبيرة في إدانة وتدنيس مكانة الأستاذ بصفة كبيرة. الآن جاء خطوة أخرى، ولا جاء جهاز آخر، ولا جاءت مرتبة ثانية، دور الأئمة في تدنيس وتأخير مرتبة الأستاذ. وأنا ما أراه إلا شيء مدروس. هذا يريدون تحطيم التعليم، يريدون القضاء على التعليم، يريدون القضاء على الأستاذ. لأن الدولة باش تضرب الدولة في كيانها وفي لبها وضربها في التعليم. لذلك ضرب التعليم وتأخير التعليم ونشر الجهل في المجتمع والقضاء على التطور والازدهار في التعليم هو ضرب التعليم. الآن رم يضربوا في مكانة الأستاذ ويضربوا في التعليم عن طريق الأئمة. أنا تكلمت كلامي هذا كوني أستاذ وكوني مدافع. إحنا لم نطالب بالمال فقط، ليس غاية المال، طالبنا بأشياء كثيرة من بينها المال. وقلت راتب مغري 3,100,000 نخلص سيدي الإمام، هذا ليس راتب مغري، إن كنت تراه مغري فذلك شأنك، لكن إحنا رانا عايشين في ذي البلاد، 3,100,000 ليس راتب مغري. طيب، هل تعلم سيدي الإمام أنه تحضيري كما قلت والخمسة رم يقرأوا بتوقيت واحد؟ هذا شيء غير مقبول. هل تعلم أنه عدنا مرسوم رئاسي رئيس سنة من 2014؟ هل تعلم أنه بروتوكول الصحي هذا لم يتكلموا عليه راه مفقود كلية في المدارس وفي الثانويات وفي المتوسطات؟ لذلك تكلمت بأشياء لا تحيط بها علما. لو كنت تكلمت بأشياء سطحية هكا فقط وفقت ومريت وقلت بعض فيما قلت في البداية بعض لكان مقبول. أما أنك غصت في أشياء كثيرة وإضراب واتباع المال وبروتوكول وكذا ويشروا من مالهم، فقد تكلم كما قلت ساهمت في تأخير وإدانة وتدنيس مكانة الأستاذ من حيث لا تعلم وكما قلت لم تترك شيئا لغيرك. نسأل الله عز وجل الهداية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يرفع مكانة الأستاذ ومكانة التعليم. وكما قلت، إذا أردنا الرقي، إذا أردنا الازدهار، إذا أردنا التقدم لهذا الدولة وبناء هذا المجتمع، علينا ببناء التعليم، علينا باسترجاع مكانة الأستاذ واسترجاع مكانة المعلم في المجتمع. شيء آخر، في منطقة تاعك لماذا تركت منطقة صحراوية؟ منطقة صحراوية معروفة بضياع الحقوق وضياع أشياء كثيرة، لماذا لا تتكلم الأشياء الناقصة في الولاية تاعك؟ علاه خليت جميع الأشياء وصلت الضوء على الأستاذ فقط؟ وكما قلت ما أراه إلا شيء مدروس. يريدون ضرب الدولة الجزائرية، ضربها في الشيء الأساسي اللي هو التعليم. يريدون تأخير التعليم، تأخير الأستاذ، ضياع مستوى التلاميذ، تدنيس مكانة الأستاذ في المجتمع. إن شاء الله ربي يلطف بنا. اللهم ارفع راية الإسلام
اللهم ارفع راية التعليم، اللهم ارفع مكانة الأستاذ في دولتنا، وإن شاء الله عز وجل يلطف بنا، وإن شاء الله يهدينا كامل على بعضنا البعض. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم. ما قلت هذا الكلام أنا أرد على كلامه، كلام الإمام. الإمام هو ذاته فوق رأسي، وكلامه ما قاله من حقه يتكلم، لكن أنا رديت تعقيب على كلامه، لا ليس استنقاصا من شخصه، بل هو إمام ونحترمه ونجله وفوق رؤوسنا. أنا رديت على الكلام الذي قاله. يظهر لي أنه لا يعلم ماذا يجري في المؤسسة التربوية، لا يعلم ما هي مطالب الأستاذ، لأنه لو كان يعلم حقيقة ما هو يجري في المؤسسة التربوية، ما يعيشه التلاميذ، ما يعيشه الأستاذ، لو يعلمه حقيقة والله لن يتكلم بهذا الكلام. تكلم بما قاله لأنه لا يعلم ما يجري في المؤسسة التربوية. وإن شاء الله ربي بصرنا بالحق وربي وفقنا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.